هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصلنا بكم إلى ختام أشواط هذا الصباح، صباح يوم السبت 14 من شهر أكتوبر لعام 2023 للميلاد، اليوم الثاني من مهرجان الظفرة، 20 شوطا في الفترة الصباحية لمسافة 4 كيلومترات، حيث كانت النتائج على النحو التالي، فهذا هو ملخصها. الشوط الأول ذهب مع مكيدة لسيب بن فارس بالفندي المزروعي، واستطاعت أن تظفر بأول أشواط هذا الصباح وتهدي أبناء الظفرة بخمس دقائق 59 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، تهانينا لسيب بن فارس بالفندي المزروعي على هذا الفوز. الشوط الثاني ذهب مع الظبي لخلفان بن سالم بن حمدان المنصوري، وأكدوا أيضا أبناء الظفرة هذا الفوز والانتصار بست دقائق 2:02 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. مرحب في الشوط الثالث خليفة بن عبد الله بن محمد بن منين الشمسي، أكد التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح بخمس دقائق 58 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، سلام للعين، سلام على هذا الفوز. الشوط الرابع الفائز لأحمد بن سيف بن سالم النيادي، وهدى أبناء العين دار الزين هذا الفوز والانتصار الجميل، هنا تهانينا والناموس بست دقائق 7 أجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز. بينما خامس الأشواط أتت في الوثبة لحمود بن أحمد بن غمال الحرسوسي، مؤكدا 6 دقائق 5 ثواني و9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. سادس الأشواط الذي ذهبت فيه آراء فكان مع الموعد رامس بن محمد بضبيب العامري، فأكد المحلل القضية 6 دقائق 4 ثواني 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، وهدى أبناء الظفرة هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا السابع كان ملبي لمحمد بن سيل بن سالم الخيلي، مؤكدا 6 دقائق 3 ثواني و7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. مشكور يا علي على هذا الأداء. السلع في الشوط الثامن لزيتون بن عوض بن زيتون المهيري، مؤكدين أبناء منازل بالعين هذا الفوز بست دقائق 5 ثواني و6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الأداء المتميز. بينما يأتي شوطنا التاسع مع ملامح لمساعد بن محمد بن مساعد بن خالد بن قران المنصوري، أكدوا أبناء غياثي 6 دقائق 5 ثواني و8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. ومشكور يا راعي السبيعة يا جاهر. بينما يأتي شوطنا الآخر وهو الخاص أيضا بانطلاقة وتحديات الشوط العاشر، فكانت هناك النويعس لراشد بن سلطان بن سالم بالسالومي الدرعي ب6 دقائق 3 ثواني و2 أجزاء من الثانية. منذر في الشوط الحادي عشر لسيب بن محمد بن خموش العامري، مؤكدا 6 دقائق و3 ثواني و2 أجزاء من الثانية، تهانينا وسلامتنا لأهالي الغربية أو لأهالي الظفرة بالفعل على هذا الفوز. بينما يأتي شوطنا الثاني عشر شقران لسالم بن عبيد بالضحاك المنصوري، فأكدوا أبناء غياثي هذا التواجد في هذا المهرجان ب6 دقائق 5 ثواني و8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. شوطنا الثالث عشر ذهب مع الخمرية لعبد الله بن سعيد بن عامر النيادي، مؤكدا 6 دقائق 3 ثواني و7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الذي قدم من خلال الخمرية 6 دقائق 3 ثواني 7 أجزاء من الثانية. بينما يأتي شوطنا الرابع عشر مشعل راشد بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري 6 دقائق 6 ثواني و2 أجزاء من الثانية، وهدت أبناء المرموم هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما يأتي شوطنا الخامس عشر ذهب مع جبارة لصالح بن عبيد بن خالص العامري، مؤكدا 6 دقائق 7 ثواني 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما شوطنا السادس عشر ذهب مع جلمودة لثامر بن سيف بن ثامر المرر، وأكدت فوزا وانتصار ب6 دقائق 10 ثواني و2 أجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. شوطنا السابع عشر ذهب مع احترام لمحمد بن خليفة بن محمد بن خليفة العميمي، وأكدوا أبناء سويحان ب6 دقائق 7 ثواني وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما شوطنا الثامن عشر ذهب مع صمت وعاد مرة أخرى شعار العميمي حمدان بن محمد بن خليفة العميمي 6 دقائق 9 ثواني 8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. إريناد يأتي لسعادة سيف بن أحمد القبيسي، مؤكدا هذا الفوز والانتصار بقيادة علي الوهيبي، الذي قدم علي بن سالم الوهيبي قدم هذا الأداء، وأهدى أبناء العين وأبناء منازف هذا الفوز والانتصار ب6 دقائق 10 ثواني 9 أجزاء من الثانية، وأهالي المويقعي هذا الأداء المتميز. بينما شوط الختام ذهب مع الفارس معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي،
مشكور يا راشد العامري من قدم هذا الاداء بست دقائق 10 ثواني 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. هكذا وصلنا بكم الى الختام، ختام يا اشواطي هذا الصباح. نذكر بانطلاقه المساء في تمام الساعه الرابعه من مساء هذا اليوم، فكونوا مع الموعد. شكرا مخرجنا حسين السيد، شكرا موسى المندري، يوسف بن قاسم البلوشي، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن علي الحبس، استودعكم الله والى الملتقى في المساء.